نادي السيارات تأسس سنة 1924 والسنة دي 2024، فبنحتفل بالمئوية الأولى لنادي السيارات. نادي السيارات عنده عديد من الأنشطة، هو المصدر لرخص القيادة الدولية، وهو المصدر لدفاتر المرور الدولية للسيارات اللي مغادرة مصر إلى دول أجنبية، وهو أيضا من الأندية المهتمة بتنشيط السياحة. احنا عدينا 50 سيارة من أقدم وأجمل السيارات اللي موجودة في مصر. السيارات دي كلها ملكها مصريين، ومن تاريخ إنتاجها لغاية دلوقتي هي ملك للمصريين، جزء من الاقتصاد المصري، جزء من التراث المصري. في بعض السيارات لها علاقة بشخصيات تاريخية، فبالتالي تصنيفها تبقى اسمها سيارة تاريخية. الانطلاق هيبقى من أمام مقر نادي السيارات في شارع قصر النيل وسط البلد، مرورا بميدان التحرير، ثم العودة تاني مرورا بميدان سليمان باشا، ميدان طلعت حرب، ثم عادة الاصطفاف أمام النادي تاني. هي العربية دي أصلا من مقتنيات قصر الرئاسة، تاريخها يرجع لأن هي كانت عربية الرئيس الأمريكي كارتر، وأثناء مباحثات السلام في السبعينات أهداها للرئيس الراحل المصري أنور السادات، وفضلت من مقتنيات قصر الرئاسة. وأنا لما عرضوها للمزاد اشتريتها لأبويا الله يرحمه. دي عربية رولز رويس موديل 51 اسمها سيلفر دون. دي كانت عربية علي باشا ماهر رئيس وزراء مصر الأخير أيام الملك، ومتجددة بالكامل كلها عندنا. عربية كاديلاك 58 الدورادو بيرتس، ودولت عربيات نادرة جدا، عددهم في العالم ما يتعداش 250 عربية. في حسن حظ مصر ان الرئيس جون كينيدي أهدى عربيتين للرئيس جمال عبد الناصر، راحل جمال عبد الناصر، وطلعوا في مزاد. وفضلت العربيات دي تتداول ما بين ملاك، في عربية منهم سودة وعربية تانية بيضة. العربية السودة عند أخونا الأكبر معتز الألفي، والعربية البيضة معايا. هي كاديلاك دوفيل موديل 71 سنة 71، وهي بتاعت ابني. والله ده كان هي السبب في الموضوع ده، هي اللي بتحوش الفلوس. وأنا أول لما شفت العربية حصل لي زي ما بيقولوا كود فوت، وقعت في غرامها. حسيت إنها لا، العربية دي تستاهل، وإنها تبقى حاجة هتزود الجراج عندنا وهتبقى مميزة.